بعدما أنهى مرحلة الذهاب في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة وبفارق 70 نقاط عن صاحب اللقب الشتوي اتحاد العاصمة، تبعه إقصاء مفاجئ في منافسة كأس الجمهورية أمام أمل غريس، إقصاء ظن الجميع معه بأن شبيبة القبائل ستدخل في أزمة نتائج وستعيش مرحلة إياب معاكسة للأولى. الكناري خالف كل التوقعات بمستهل النصف الثاني من الموسم بانطلاقة أقل ما يقال عنها أنها مميز، انطلاقة أعدته بقوة للتنافس على لقب البطولة من جديد. تعثر الاتحاد في تجنان حفز أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما من أجل العودة بالزاد كاملا من ملعب 20 أوت ببشار، وهو ما حققه رفقاء المتألق بن خليفة بعد فوز مستحق بهدف وحيد وقعه المهاجم البورندي في ستون. رأس السنة الأمازيغية كان فال خير على أسود جرجرة بعدما تمكنوا من الإطاحة بالغريم مولودية بيجاي في دربي قبائلي حسم في الأخير بأقدام الهداف رزقي حمرون. مسلسل النتائج الإيجابية لم يتوقف عند هذا الحد بعدما انقض زملاء بن يوسف على العقارب بملعب 24 في فريب بالعباس بهدفين ضيقت بهما الشبيب الخناق على الاتحاد. تقلص الفارق لنقطتين عن أبناء سوستارا جعل من حلم اللقب الخامس عشر يراود الأنصار الذين يطمحون في رؤية جيل ينسيهم إخفاقات سابقة ويذكرهم بأمجاد الجنبوجات.